القراءة تبقى عكسية، دي حاجة عادية جدا، مش معناها ان هي غلط، عادي جدا ممكن تكون عكسية. شوفوا الجزء اللي ينطبق عليكم وافترضوه على نفسكم عادي. انا هعتبر ان الجزء ده ليه علاقة ببرج الحمل، والجزء ده ليه علاقة بحبيب برج الحمل، تمام؟ ففي الماضي بالنسبة لبرج الحمل، ايس اوف وانز، ايس اوف سوردز، انا شايفة ان زي كأنكوا اديتوا فرصة للشخص اللي انتوا بتحبوه، زي كأنكوا عرفتوا حاجة عنه انتوا ما كنتوش تعرفوها، او هو كذب عليكم. وبعدين بعد خناق كتير ومناهدة يعني وكلام من كده، انتوا قررتوا ان انتوا تدوهم فرصة، بس طالما هم هيبقوا بيقولوا لكم الحقيقة. انتوا زي كأنكوا شرطتوا عليهم، اللي هو لو انا عرفت مرة واحدة ان انت كذبت او ان انت كذبتي، خلاص كده احنا انتهينا. هو الفكرة ان انتوا اديتوهم فرصة عشان انتوا بتحبوهم، تمام؟ يعني مفيش اي سبب تاني، هي الفكرة ان انتوا بتحبوهم فانتوا مش عايزين تستغنوا عنهم، فقررتوا ان انتوا تدوهم فرصة، تمام؟ فده بالنسبة لكم في الماضي. بالنسبة ليهم هم في الماضي، ذا مون وذا هيرميت، ممكن تكون مع برج السرطان او مع برج العذراء. الشخص ده عنده اسرار كتير، وهو انتوا عرفتوا جزء منها، تمام؟ هو بقى عمال بيفكر مع نفسه، بيراجع نفسه في اللي حصل. يعني هو اخد فتره بعد عنكم شويه، يعني الشخص ده كان محتاج فتره يفكر مع نفسه، اللي هو عمله ده صح، اللي هو عمله ده غلط. هو مش عارف هل هو فعلا المفروض يخلي حاجات لنفسه بس محدش يعرفها، ولا هو المفروض يشاركه في كل حاجه في حياته. هو كان عمال بيفكر في التفاصيل دي، تمام؟ بالنسبه للحاضر بقى، ممكن تكونوا فعلا مع برج الجدي. انا شايفه ان انتوا زي كأنكوا ايه، انتوا متعلقين قوي بالشخص ده، انتوا متعلقين بيه قوي، لذلك حتى لو هو غلط في حقكم، ان هو كذب عليكم او حاجه زي كده، انتوا غصب عنكم كنتوا عايزين تسامحوه. يعني ان هو اديني سبب عشان اسامحك، اديني سبب واحد يخليني اسامحك، لو اديتني سبب واحد حتى لو صغير هسامحك. فانتوا متعلقين قوي بالشخص ده، ودي حاجه مش حلوه، لدرجه ان الموضوع بدا يأذيكم، ان انتوا الشخص ده بيزعلكم كتير وانتوا برضه بتسامحوه، كل شويه بتسامحوه، تمام؟ لدرجه ان انتوا اصلا فكرتوا للحظه ان انتوا اللي هو ايه، انا بدات ازهق. يعني انا عمال بسامح الشخص ده وببذل مجهود في العلاقه دي وكده، وفي الاخر مش باخد اللي انا عايزه قوي، يعني مش باخد الحب اللي انا عايزه، تمام؟ 6 اوف وانز، انا شايفه ان العاريه هتحسوا بالانتصار شوية، هتحسوا بالسعادة، زي كأن اللي هو ايه، انتوا العلاقة هتبقى كويسة يعني شوية. ليه بقى؟ عشان الشخص ده هيبقى حاسس بالذنب، تمام؟ الشخص ده هيبقى حاسس بالذنب من ناحيتكم، ممكن تكونوا طالعين برج الدلو. The star 5 of pentacles 3 of swords، تمام؟ طيب الشخص ده حاسس بالذنب ليه؟ لان هو شايف ان هو غدر بيك، وهو ما كانش المفروض يعمل كده. يعني لما طلع من المرحله دي اللي هي بتاعت هيرميت، اللي هي مرحله ان هو بيفكر مع نفسه، طلع منها باحساس ان هو مش، يعني هو شايف ان هو غلطان، هو ما كانش المفروض يكذب عليكم، هو كان المفروض يقول لكم، كان المفروض يبقى صريح على الاقل، ما كانش يبقى محطوط في الموقف ده. هو حاليا مجروح شويه، لان هو عمال بيأنب في نفسه، هو عمال بيأنب في نفسه، بيعاقب نفسه، فكل يوم بالليل كده يقعد يفكر متضايق. فهو زي كانه متضايق قوي، لان هو حاسس ان هو ظلمكم وعايز يعوضكم. فدستار انا شايفه ان هو شايف ان انتوا مكبلوا السعاده، هو مش عايز يخسركم، بس هو في نفس الوقت بيغلط كتير قوي، كل شويه بيعمل حاجه تضايقكم، كل شويه بيعمل حاجه تضايقكم، هو زي كانه خايف ان انتوا تزهقوا منه وتسيبوه، تمام؟ يعني ده اللي انا شايفاه من ناحيته قوي. فانا شايفه ان في اخر الشهر انتوا تحسوا ان انتوا اتوصفتوا، لان الشخص ده هيفضل يحاول يثبت لكم ان هو كويس، فيفضل يعملكم كويس قوي، فانتوا هتحسوا ان انتوا اتوصلتوا او ان انتوا مبسوطين. انتوا بتفكروا في ايه يا برج الحمل؟ هانج مان وذا تاور، انتوا زي كأنكوا المشكله اللي حصلت دي اللي هي ليها علاقه بالكذب ده، حصلت فجاه، كانت غير متوقعه تماما، وانتوا عمالين بتفكروا فيها حتى بعد ما سامحتوا الشخص ده، عمالين بتفكروا فيها. هل القرار اللي انتوا خدتوه صح؟ هل القرار اللي انتوا خدتوه غلط؟ كان المفروض تسامحوه؟ ما كانش المفروض تسامحوه كده؟ بس انتوا ما بتوصلوش لحاجه، هي دي الفكره، انتوا بتفكروا بس مش بتوصلوا لاي حاجه خالص، تمام؟ هما بقى بيفكروا في ايه؟ فور اوف سوردز، تو اوف بانتكلز، هما زي ما قلت لكم عمالين بيأنبوا في نفسهم، يعني ده نفس الكارت تاني، عمالين بيأنبوا في نفسهم، عمالين بيراجعوا كل حاجة حصلت وكل حاجة مضايقاهم ومش مبسوطين. تو اوف بانتكلز انا شايفة ان هما بيعافروا عشان يوازنوا بين حياتهم، شايفة ان هما عندهم مسؤوليات كتير قوي حتى بره العلاقة بتاعتكم، وهما بيحاولوا يوازنوا بين كل الحاجات دي، تمام؟ اللي جاي ناحيتكم في المستقبل يا برج الحمل هو جاستس، فور اوف وانز، ونايت اوف كابس. انا شايفه ان العلاقه هتستقر جدا في المستقبل، ممكن كمان يكون في جواز او خطوبه، اي حاجه من الحاجات دي، يعني في المستقبل العلاقه فيها امل كبير قوي. جاستس ممكن تكون طالعه مع برج الميزان، انا شايفه ان انتوا زي كأنكم هتاخدوا حقكم، يعني العلاقه هتتحسن، وانتوا فعلا هتاخدوا اللي انتوا تستاهلوه، انتوا تستاهلوا تبقوا مع حد بيحبكم وبيقدركم، ده فعلا اللي انتوا هتاخدوه، تمام؟ نايت اوف كابس، انتوا طبعا لما تلاقوا ان الشخص ده بيقدركم وتغير وكل ده، هتبداوا تقدموا له الحب انتوا كمان، يعني تمام.
فده اللي جاي ناحيتكم في المستقبل. طيب اللي جاي ناحية الحبيب بتاعكم في المستقبل هو ناين اوف سوردز، ناين اوف وانز، نايت اوف وانز. تمام. ممكن تكونوا تتعاملوا مع حد برج ناري. انا شايفه ان الشخص ده في المستقبل هيكون عنده مشاكل شويه، محتاج ان انتوا تقفوا جنبه. مش عارف ينام بالليل بجد، ممكن يدخل في مرحله اكتئاب لو ما حدش وقف جنبه وخليه يفضفض. ناين اوف وانز هو هيبذل مجهود كبير قوي في الفترة اللي جاية في المستقبل، هيكون عنده شغل كتير، مسؤوليات كتير، هيبقى محتاج راحة، فيبقى محتاج حد يساعده. تمام. فده يجي دوركم هنا بقى، بالذات لما الكارت يبقى موجود، الشخص ده يبقى محتاج مساعدة وحب، وده اللي انتوا غالبا هتقدموه له لما يثبت لكم ان هو اتغير. تمام. نايت اوف وانز، لو الشخص ده بعد عنكو في المستقبل، اعرفوا ان هو ليه سبب، يعني حاولوا تعرفوا ايه السبب، لان هو فعلا فعلا هيبقى مضغوط جدا، فحاولوا تقدروه. تمام. يعني هو مش هيبقى بيعمل كده من فراغ يعني. ماشي. فده اللي جاي ناحيتكم وناحيته في المستقبل. يلا بينا نشوف الرسائل والنصايح بتاعتكم. Express your love, religious factors, children. الكارت ده ممكن يكون معناه ان انتم متجوزين وعندكم اطفال، ده لبعض الناس. الكارت ده برضو ممكن يكون معناه لبعض الناس تانية وان انتوا تعرفوا بعض من زمان قوي، وان دي عشره كبيره قوي، يعني انتوا مش معرفه سنه مثلا ولا حاجه، لا من زمان عارفين بعض. تمام. religious factors هنا معناها ان انتوا ممكن يكون في عوامل دينيه او ممكن حتى عوامل عائليه بتاثر على العلاقه بتاعتكم، زي مثلا ان انتوا ممكن تكونوا من ديانات مختلفه، او ان انتوا مثلا في حد من العيله، ان كان من عيلتكم ولا عيلتهم، مش موافق على العلاقه دي او عامل مشاكل. دي حاجة انتوا لازم تحلوها، ما تسيبوهاش تكبر. express your love، انتوا لازم تبينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه. هو هيبدأ ده بعد، يعني هو هيبدأ يثبت نفسه، وده هيبان شوية في يعني قرب اخر فبراير. تمام. لما هو يبدأ يثبت نفسه انتوا فعلا هتاخدوا بالكم من كده وهتبقوا مبسوطين ساعتها، ابدأوا بينوا الشخص اللي انتوا بتحبوه وان انتوا مقدرين اللي هو بيعمله، يعني زي كده ما تحبطوهوش، يعني تقوش يعني ما تقلوش عليه بزياده، يعني هو عشان هو فعلا هيجي عليه فتره زي ما قلت هنا في المستقبل بتاعه ان هو هيبقى محتاج الحب ده. ف فعلا ما تت يعني زي كانكم ما تتقلوش عليه بزياده، لان هو هيبقى فعلا محتاج ده قوي. تمام. بس كده، فدي غالبا الرسائل بتاعتكم. اهم حاجه المشكله اللي هنا اللي هي علاقه بالعوامل الدينيه او العوامل العائليه لازم تحلوها، لان لو هي فضلت يعني لو ركنتوها على جنب ونسيتوها هتاثر على العلاقه بتاعتكم بشكل كبير، فلازم تحلوها. تمام. فبس كده احنا كده خلصنا الفقرة دي، يلا بينا ندخل على الفقرة الثانية والأخيرة. طيب لو بتتعاملوا مع برج الحمل زيك وجاستس وكينج اوف بنتكلز، شايفة ان انتوا بتتعاملوا مع حد هو عاقل جدا، بياخد قرارات بعد تفكير طويل، يعني هو بيفكر كويس قبل ما ياخد اي قرار. وانا شايفة ان هو مستقر ماليا. انا شايفة ان الشخص ده ممكن يكون هنا بالذات لو انتوا بتتعاملوا مع شخص برج الحمل، ممكن يكون الموضوع عكسي، انتوا اللي مزعلينه مش هو اللي مزعلكم. فهو هنا زي كأنه حاسس انه عايز ياخد حقه، او ان هو متضايق، هو محتاج ان انتوا يعني تثبتوا له ان انتوا احسن مثلا. حاسس قوي هنا ان هنا الموضوع عكسي، يعني هي انتوا اللي مزعلينه، لان هو متضايق قوي منكم، هو عايز ياخد حقه. تمام. فبس يعني لو بتتعاملوا مع برج الثور، 8 اوف كابس المقلوب 10 اوف بنتكلز، الشخص ده عمره ما هيبعد عنكم، الشخص ده هيحاول بكل الطرق ان هو يفضل جنبكم، لان هو شايف نفسه في المستقبل معاكم، شايف نفسه بيبني عيله معاكم، شايف نفسه بيبني مستقبل معاكم، هو عايز يكمل معاكم. وهو في المستقبل لو انتوا كملتوا مع بعض العلاقه تبقى مستقره جدا، وهيبقى عندكم استقرار مالي، وممكن جدا باذن الله يبقى عندكم اطفال. فانا شايف ان في امل كبير قوي ان العلاقه دي تبقى كويسه، فادوا الشخص ده فرصه.
طيب لو بتتعاملوا مع برج الجوزاء كوين اوف كابس وسكس اوف وانز، شايفه ان الشخص ده من جواه متضايق على اللي هو عمله، ندمان وزعلان، بس هو مش بيبين كده، هو بيبين العكس، يعني هو بيبين ان هو كويس خلاص ما بيجيبش سيره الموضوع، بس هو من جواه بيفكر في الموضوع كتير. فانتوا يعني هو هيحاول يثبت لكم ان هو كويس وان هو اتحسن، بس انتوا زائد انكم ايه ما تفضلوش كل شويه تفكروا ان هو زعلكم، يعني ما تذلوهوش من الاخر، لان هو مش محتاج ذل اصلا، هو لوحده متضايق. لو بتتعاملوا مع برج السرطان 3 of cups و 7 of pentacles، انتوا بتتعاملوا مع حد زي كده كل شويه بيحاول يفرفشكم، كل شويه بيحاول يطلعكم بره مود الزعل، بره مود ان انتوا زعلانين منه، كل شويه بيحاول يحسسكم ان العلاقه حلوه وكويسه، بس انتوا مش بتستجيبوا خالص. فهو بدأ يفقد الامل، بدأ يفقد الامل في الموضوع، اللي هو انا بحاول افرفشهم، بحاول اخليهم مش زعلانين، بحاول اخليهم مبسوطين معايا، بحاول ابسطهم باي طريقه، بس هم مش مبينين حتى ان هم مبسوطين، كل ما اعمل حاجه يحسهم متضايقين اكتر، هما بدأوا يفقدوا الأمل. فلو انتوا بتتقالوا عليهم انا شايفة ان انتوا يعني كفاية، لأن هما خلاص هيبدأوا يزهقوا، يعني مش يزهقوا خلاص، فقدوا الأمل، مش هيحاولوا تاني. تمام. لو بتتعاملوا مع برج الأسد 3 اوف كابس و7 اوف سورز، شايفة ان الشخص ده اتجرح قوي لما بعد عنكم لما انتوا الاتنين اتخانقتوا، فهو قرر يحارب عشان العلاقة دي، قرر يحارب ويعافر عشان العلاقة دي، فهيعمل مهما كان انتوا عايزينه هيعمله عشان يثبت لكم ان هو يستاهل. تمام. فبس كده، يعني مفيش كلام اكتر من كده، الشخص ده هيفضل وراكم لحد ما انتوا الاتنين تتصالحوا. تمام. لو تتعاملوا مع برج العذراء Page of Swords و The Devil، انا شايف ان انتوا متعلقين بالشخص ده قوي، وانا شايف ان هو ممكن يكون اصغر منكم في السن. انا شايفه ان انتوا بلاش تكملوا مع الشخص ده، لان هو عنده صفات سلبيه كتير وهو ما بيتغيرش. تمام. يعني انتوا متعلقين بحد ما بيتغيرش، كل شويه يقول لكم انا هتحسن وانا هعمل، وفي الاخر ولا حاجه، ما بيحصلش اي حاجه، واعتقد ان الكلام ده انتوا هتعرفوا ان هو حقيقي، لان هتبقى حصلت معاكم قبل كده. تمام. حصلت ان هو يقول كلام وفي الاخر ما بيعملش بيه، هو بق يعني، فمش شايفه ان انتوا تكملوا مع حد زي كده. لو تتعاملوا مع برج الميزان كينج اوف وانز وايس اوف سورز، انا شايف ان انتوا تتعاملوا مع حد عنده اصرار قوي، فانا شايفه ان هو يعني انتوا يعني اللي انا عايزه اقوله ان هو دلوقتي انتوا الخناقه اللي حصلت كانت بسبب ان هو كذب. تمام. كذب عليكم، فهو دلوقتي قال لكم ان هو عمره ما هيكذب عليكم، انا شايفه ان هو اللي هو قاله ده فعلا هيحصل، هو مش هيكذب عليكم تاني، هو هيحاول يبقى صريح معاكم على قد ما يقدر، لان انا شايفه ان هو شخص عنده اصرار جامد قوي، فلو هو مصر ان هو يخلي العلاقه دي تكمل يبقى هو فعلا مش هيكذب عليك، وانا شايفه ان هو فعلا مصر. تمام. يعني باين من الكاتره، فانا فعلا شايفه ان انتوا تصدقوه وتدوا له فرصه. يعني طيب لو تتعاملوا مع برج العقرب، سبحان الله ذكرت برج العقرب Death و Ace of Wands، انا شايفه ان الشخص اللي هيعرض عليكم بدايه جديده، بداية كلها شغف، بداية كلها حب، وأنا شايفة إن البداية الجديدة دي تبقى سعيدة جدا، يعني شايفة إن أنتوا فعلا توافقوا عليها. الشخص ده خلاص هيفتح صفحة جديدة معاكم، هيتغير 180 درجة، هتلاقوا نفسكم بتتعاملوا مع شخص تاني. أهم حاجة بس إن الشخص ده يفضل ما يرجعش لطباعه القديمة، لو رجع لطباعه القديمة ابعدوا عنه. تمام. بس أهم حاجة إنه يعني أنا مش حاسة إن هو هيعمل كده، بس لو عمل كده ابعدوا عنه. لو تتعاملوا مع برج الكوست تو اوف وانز وذا هاي بريستس، انا شايفه ان الشخص ده عنده حاجات كتير انتوا ما تعرفوهاش عنه، يعني انتوا لسه ما تعرفوهوش كويس قوي كده، انتوا لسه زي كانكم مرتبطين جديد، او يعني الشخص ده لسه انتوا ما تعرفوش كويس، ولا هو يعرفكم كويس، انتوا ما تعرفوش حتى كل حاجه عن حياته. فتو اوف وانز الشخص ده زي كانه محتار، هل هو حارب عشان العلاقه ولا لا، هو حتى لسه ما قررش اصلا. تمام. فانا شايفه ان انتوا قبل ما تقرروا كل شويه تسامحوا الشخص ده على غلطاته، اعرفوه كويس الاول، يعني ممكن هو طبعه ان هو ما بيتغيرش. تمام. يعني شوفوا كل من المواقف اللي حصلت، حاولوا تجمعوا معلومات كفايه عن شخصيته عشان تقرروا انتوا عايزين تسامحوه ولا لا. تمام. لان مش شرط يتغير. لو بتتعاملوا مع برج الجدي، انا شايفه ان الشخص ده هيعمل كل اللي في ايديه ان هو يصلح العلاقه، يعني هو شايل هم، شايل المسؤوليه ان هو الغلط كان غلطه فهو اللي هيصلحه، فدي مسؤوليته هو، ده اللي هو شايفه وده اللي هو مقتنع بيه. انا شايفه ان الشخص ده خلاص بان على حقيقته، انتوا عرفتوه كويس وش وظهر، يعني زي كانكم قريتوا كتاب من وشه لظهره، خلاص انتوا عرفتوا كل صفات الشخص ده، فهي الفكره ان انتوا خلاص هتقبلوا بكل عيوبه وتستحملوه على كده ولا لا.
تمام، عشان لو مش هتستحمله كل عيوبه يبقى بلاش تكمله معاه اصلا. بس من ناحية التغيير هو مقرر يتغير. لو تتعاملوا مع برج الدلو، The Hierophant و The Hermit، طيب الشخص ده هيبقى مخلص جدا ليكو، بس انا شايفه ان الشخص ده هيعوز شويه وقت بعيد عنكو يقرر هو عايز ايه في الدنيا. يعني هو مشتت شويه، ما بيعرفش ياخد قرارات، ممكن حتى ما يكونش عنده اهداف في حياته، يعني ما يكونش عنده خطه، يكون ماشي فيها كده اللي هو زي ما ربنا يجيبه حلو يعني. فالشخص ده هياخد خطه كده شويه بعيد عنكو يقرر هو عايز ايه بالظبط. هل هو عايز اصلا في المستقبل مثلا يكون مرتبط، يعني يكون مرتبط مثلا، ولا هو مش عايز يتجوز اصلا، ولا هو عايز ايه اصلا، هو مش عارف. تمام، بس من ناحيه الحب هو بيحبكوا جدا وهيبقى مخلص جدا ليكوا، يعني مش شايف ان هو ممكن حتى في احتمال ان هو يخونكوا يعني. تمام، لو انتم مع حد اصلا خانكوا قبل كده فاكيد انا مش بتكلم عليكوا، بتكلم على حد تاني. بتكلم على حد عمرهم ما عدوا بحاجه زي يعني عمرهم ما عدوا بخيانه اصلا، فده مش هيحصل يعني. فاللي ما عدوش بخيانه مش هيعدوا بخيانه. تمام، فده هيرمت هنا هو هياخد شويه وقت عمره ما يقرر هو عايز ايه، بس هو عمره ما هيكدب عليكم ان هو مثلا يقول لكم ان هو عايز يكمل معاكم وهو من جواه لا، مش هتحصل. تمام، لو بتتعاملوا مع برج الحوت، 8 اوف بنتكلز وكينج اوف سوردز، طيب انا شايفه ان الشخص ده هيحاول يبذل مجهود ان هو يكون احسن، ان هو يرضيكم. في نفس الوقت هو برضه بيبذل مجهود في شغله، زائد انه عنده هدف عايز يوصله في الشغل، ترقيه ولا حاجه، عنده هدف كده. كينج اوف سوردز، بس يعني اللي هو ايه، هو هيبذل مجهود عشان يصالحكم، بس هيستنى منكم ان انتوا تقدروا المجهود ده، اللي هو ان انتوا تقدروا المجهود، تقول لهم مثلا ان انتوا مقدرين اللي حصل ده او كده. لو مثلا جيتوا في يوم من الايام وقلت لهم مثلا جبتوا سيره الخناقه دي، ما يقول لك لا ما انا عملت كذا وكذا عشان اصالحك ولا اصالحك، انتوا مش مقدرين، انتوا مش عارف ايه يعني. فاهمين، هم هيعملوا كده، فهم هيبقوا مستنيين كده يعني، مستنيين ان انتوا تقدروا اللي هم بيعملوه.